ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يا رسول الله يا رسول الله هل أنت حقا ابن امرأة من قريش تأكل القديد فإن ضمائر الكون تأبى أن تكون أنت على هذا المستوى الوضيع سيما وأنت خير البرية سيما وأنت سيد سادات بني الجنس البشري سيما وأنت خاتم النبيين والمرسلين سيما وأنت أنت 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 كنك أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء يا رسول الله إذا كانت ضمائر الكون تأبى وأنت الصادق الأمين ذلك أنها شهدت شاهدة مع أهلها وهذا قبل كون الكون شهدت أنك أنت الإنسان قبل الإنسان وأنت النبي قبل النبوة وأنت الرسول قبل الرسالة وهذا في سماء ما طاولتها السماء لكنها هي النهايات تستهدف العودة إلى البدايات فأردت من ذلك أن تكون بشرا مثلنا وما مثلك مثل لا في الأولين ولا في الآخرين فهذا أبو العباس أحمد التيجاني الذي خص من فم من لا ينطق عن هوى أن يكون هو الغيب في الشهادة أبو العباس أحمد التيجاني يقول إذا كان المولى ليس كمثله شيء فأنت أيضا ليس كمثلك في الخلائق شيء وقد كتب ربنا بعد أن أراد منذ الأزل أن لا يكون لك ند ولا نظير ولا سوى لو تحلم يساووك في علاك
وقد حال سنة منك دونهم وسناه، ذلك أنه عز وجل قبل أن أسرى بعبده فقد سرى بذاته العلية ذاتك العظيمة وبصفاته القدسية صفاتك النبوية وبأسمائه الحسنى أسمائك المجيدة، فحزت من ذلك الصور الخصالية قبل الصور الحسية بملايين من سنة. يا رسول الله، حسبنا دليلا وحجة على وحدانية الله أن كان مثلك عبدا ورسولا لله، لكن مهما كنت أنت العبد وأنت الرسول فقد أوتيت جوامع الكلم، سواء كانت الكلمات الإلهية أو الكلمات الكونية أو الكلمات الكمالية، وهذا رمز التثليث الذي قد تقدم على تثليث اليهود والنصارى، فحبب لك من دنياك ثلاث: النساء والطيب وقرة عينك في الصلاة. ورموز كل هذه هي أن تكون في الأمس الغيبي الكنز الإلهي الأعظم، بل كنت ذلك النور المطلسم الذي أحطه بالإفاضة منه إليه. وكيف لا يا سيد الرسول وقد نلت طهارة ملكوتية تختلف كل الاختلاف من هذه الطهارة المائية والترابية التي نحن فيها. فصلى عليك المرء مولى 4 صلوات: صلاة الأول، وصلاة الآخر، وصلاة الظاهر، وصلاة الباطن. بالبواطن تأخذ أولا من الحق، وبالظواهر تعطي آخرا على الخلق، فكنت من ذلك الساجد قبل الورى، وقد كفيت من سجودك نقص العزم من آدم، وكبر الحرص من نوح، وخوف الشك من إبراهيم، وضلال الصعق من موسى، وهوان الشرك من عيسى. وقد صدق الصادق في قوله الخطير في الغيب: أنت الأحد. وفي الشهادة أحمد، قول خطير في الغيب: أنت الأحد. وفي الشهادة أحمد، هذه هي رموز سيد الدارين. يا رسول الله، لك ذات العلوم من عالم الغيب، ومنها لآدم الأسماء، سواء كانت
العلوم المكتومية أو العلوم المختومية. إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وموسى هنا ليس موسى الرسول، وفتاه ليس ذلك الفتى الذي رافق موسى، وسناتي فيما بعد. يا رسول الله، هذه صورتك الطاهرة وهي مرآة جمال الله وصفاته الأبدية الخالدة، بل هذا جسدك النظيف الذي هو دكان الأحد الصمد، فيه سلع صفات الرحمن تباع وتشترى، وأنت فيه حقا التاجر الحقيقي. يداك مبسوطتان لكل من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. لكن يا سيد الرسول، مهما يكن إخلاصك خطيرا، لكنه لم يزل يتعثر على ذلك الهوان الخطير، سواء من أهلك أو من قومك. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. يا رسول الله، هذه أمتك الغراء، بها ختم الله الأمم، وقد نالت بسببك أن يكون اختيار الله لها خير أمة أخرجت للناس. لكن بفقدان الجمعية بين روحك وجسمك أصبح نائما لا ميتا. فقد زلزلت الأرض وانكدرت النجوم في الجو وكسفت الشمس وخسف القمر وسجرت البحار وانهارت الثلوج على محيطها وماتت الوحوش من شدة الجفاف، وقد قذف في قلوب الناس الرعب والرهبة، وهكذا أقبلت الفتن كما قلت. ولو كانت الفتن آية من تلك الآيات القرآنية ليطمئن القلب ويزداد الذكر، لكنها ظهرت بما كسبت أيدي الناس. وليس الإيمان الصحيح كالإيمان المريض. كنك يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. كنك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله.
SBN Morshid yini abonné gul abonné len gaw beusale klus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction est notre fierté.